السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في القناة مع أول فيديو في السنة الجديدة. نتمنى من الله تكون السنة مليئة بالأفراح والمسرات، تدخل عليكم بالصحة والسلامة يا ربي، ونتمنى من الله يهز علينا يرفع علينا هذا البلاء ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. وصفتنا اليوم كي شفتوا في الصور غتكون إن شاء الله خضر متنوعة عامرة بالرز والكفتة، طبق صحي ولذيذ جدا وسهل في التحضير، ما كيطلبناش وقت كثير، وفكره زوينه هكا كالغدا ولا العشاء. لهاد الوصفه غنحتاجو خضر. الخضر يمكن لكم تستعملوا اي خضره كتبغيو، اي خضره موجوده عندكم في الثلاجه. انا استعملت هنا فلفله، فلفله متنوعه مختلفه الالوان، كانت عندي فلفله صفراء وحمراء، عندي طماطم، بطاطا ودنجال. الا كانت عندكم حتى الكورجات يمكن لكم تستعملوها، حتى البصله، يعني الخضر اللي عندكم تواجده. غنحتاجو الكفته 250 غرام، 200 غرام من الرز، التوابل عندي ملح، ابزار، سكنجبير، التحميره، الكمون، والعطريه نتاع الكفته راه معروفه عندنا في المغرب، كتمشي عند العطار كيعطيك العطريه ديجا موجوده نتاع الكفته. عندي القزبر ومعدنوس ونص كاس من خليط ما بين زيت البلدية وزيت نباتية. بالنسبة للكفتة والرز الكمية على حسب الخضرة اللي عندنا، الا كانت عندنا خضرة كثيرة كنضوبلو هاد الكمية اللي قلت لكم، كانت عاد تستعملوا حبة حبة كامل الحاجة كيف قلت لكم كتستعملوا هاد الكمية وخلاص، كيبقى على حسب الرغبة واش تكثروا من الكفتة ولا تقلوا، ولا بغيتوا كاع تفاداو كاع الكفتة ولا ما كانتش متواجدة عندكم يمكن لكم ديروا معايير بالرز والعطرية كتجي تاهما بنينة ولذيذة. بالنسبة للطريقة كنبداو على بركة الله كنضيفو التوابل الكفتة. التوابل اللي سبق لي ذكرت كنستعمل نص الكمية ديالها، قليل من الملح، من الابزار، الكمون، القليل من القرفة والتحميره والمعدنوس، كنخلطوهم مزيان حتى الكفته كتشرب لنا مزيان ديك العطريه باش كتجي بنينه. صافي، من بعد كندوزو كنحطو الرز يتسلق، كنسلقو غير نص سلقه لانه من بعد غنوليو نعمروه في الخضره وعي ندخلو الفوغ باش يطيب، باش ما يتعجنش وما يطيبش بزاف ويفقد المنافع ديالو. من الاحسن كنطيبوه كعير نص طيبه. صافي، دابا الان كندوز نحضر الخضره ديالي. انا الخضره غنطيبها كوقفه، كنحاول في الفلفله نحيد لها الراس الفوقاني لان التحتاني هو اللي غنوقفها عليه، وكنحاول نخويها من الداخل كاع من داك الزريعه ديالها وداك الشيء اللي تيكون فيها زائد الداخل. نفس الشيء غنديروا البطاطا، الدنجال والطماطم حتى هي كنحيد لها داك اللب ديالها. المهم كنخوي كاع الخضره ديالي باش نلقى لي سباس باش نعمرها بالرز والكفته.
صافي، انا من حضرت القدره ديالي كلها خويتها من الداخل. عندنا ان شاء الله نحضر الحشوه. هنا عندي الرز اللي كنت سبق لي سلقته، ناخذ الكفته ديالي صافي، غنخلطهم مع بعضهم، نضيف لهم التوابل، قليل من الملح، من الابزار، الكمون، شويه تحميره وسكنجبير، والقزبر والمعدنوس. وكنضيف كذلك الزيت، الخليط ما بين زيت زيتون وزيت نباتية. الدور نتاع زيت زيتون هنا هو باش الرز ديالنا ما يتعجنش، يبقى هكاك تبقى شاد راسو. صافي، كنخلط هاد المكونات مزيان حتى يتجانسوا مع بعضهم، وكنبدا نعمر الخضار ديالي بشوية بشوية. كنحاول من يعني ما ندكهمش مزيان، غير نعمر، ما نديرش، ما نضغطش عليها باش من بعد ملي تكون كطيب ما تحلش الخضره، تبقى هكا قابطه راسها، لان شحال ما ضغطنا وعمرنا بزاف من بعد تقدر في الطياب تحل. وحنا الغرض ديالنا بان تبقى هكاك شاده قابطه راسها هكاك باش يجي ديكورها زوين وما تحلش. هنا حضرت واحد لاصوص اللي عن نديرها في الطاوه، هي فين عن نتبت الخضره ديالي وفين عاد الطيب. هنا حكيت جوج طماطم وضفت لهم قليل من التوابل، ملح، ابزار، وتحميره، والكمون. صافي، كنخلطهم مزيان، وهذه كان نوضعها في الطاوه ديالي اللي عتدخل الفرن كقاعده نتاع الخضره. صافي، هذه هي الخضره ديالي منين عمرتها كامله. صافي، هذوك الفلفله كنحاول نرجع لهم ديك الراس ديالهم باش يطيب معاهم. صافي، وكنضيف القليل من الماء لهذيك لاصوص،
هاد الماء هو اللي فينا عطيب الخضره ديالنا صافي. وكنغطيها ببابي الومنيو كندخلها الفران اللي سبق لي سخنته على 240 درجه، كندخلو يطيب تقريبا واحد 45 دقيقه. الروز ديجا راه مسلوق، يعني غير باش تطيب الكفته راه في ساعه كطيب، والخضره ديالنا. هذا هو الطبق ديالنا ملي كيحضر، الريحه يا سلام تاع الخضره تاع الروز مع الكفته، ما نقولكمش الريحه يا سلام، صراحه ريحه كتشهي. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، صراحه وصفه لذيذه وسهله، ما كطلبش كاع وقت كتير في ساعه نديروها. يمكننا كنديروها كيف سبق لي ذكرت لكم، سواء كوجبه غداء او عشاء. ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك، وتكتبوا لي في لي كومونتير الراي ديالكم تاع هذه الوصفه، ولا عندكم شي اقتراحات شنو يمكن لي نقدم لكم في القناه.